رؤيتك على السريع عن المشاركة الإفريقية نتيجة المريخ وما تم وكذلك هلال التبليد. وهي طبعا حسب الخطورة على المريخ في انه يستهين به في هذه المباراة ويعتقد بانه تأهل خلاص بالنتيجة الحقيقة في غينيا. تجارب كثيرة جدا جدا اكدت على انه بعض الاندية بتلعب خارج ارضها افضل من داخل ارضها. ويمكن المريخ بالذات مرة بتجارب كثيرة جدا حقق نتائج جيدة خارج الارض واعتقد بانه حسم امر التأهل وفوجي هنا بمستويات مختلفة. اخر حاجة عندك تليكوم. تليكوم تعادلنا معه في أرضه وفاجأنا في أرضنا بمستوى غريب مغاير تماما للمستوى القدم في أرضه وكاد قرب يعملها يمكن في الشوط الأول لولا أنه اللعيبة استشعروا مسؤوليتهم في الشوط الثاني وحققوا الفوز. عموما المباراة ما يعني زي ما قال الرئيس النادي الأخ جمال والي تعتبر شوط أول, الشوط الثاني هو يوم السبت. وأنا بعتقد أن المسؤولية هنا يعني قبل اللاعبين قبل الجهاز الفني قبل مجلس الإدارة بتقع على جمهور المريخ, هو اللي مطلوب منه أن يساند أولئك اللاعبين يبث فيهم الحماس ويدوم الإحساس بأنها مباراة قوية. يمكن جارزيتو صرح تصريح يعني أنا بعتقد أنه تصريح بتاع ذو الخبير يعني لأنه نحن هناك يعني ساعدنا الحظ أنه نتخطى أو نحرز الفوز, وبالتالي قال مباراة الخرطوم بتخوف منها جدا وحتكون صعبة. ده ذو الخبير يعني نعم يعرف يعني الناس يكونوا مركزين. نعم عايز الناس يكونوا مركزين عايز الناس يكونوا مركزين وما يلوموا على عسل النتيجه اللي حصلت في غينيا ويلعبوا وكانوا المباراه يعني هناك كانوا خسر المريخ ويلعبوا بجديه تامه وبنفس العزيمه بنفس الروح القتاليه وعايز كمان الجمهور يحضر, هو زاد اللاعبين طبعا عايز الجمهور يحضر هذه المباراه ويدي الدافع القوي للعب. عموما نحن بنتوقع من جمهور المريخ انه يشكل لوحه من اللوحات الجميله اللي كان بيشكلها في الموسم 2015 نعم. ويكون خير